اليوم باش نقدموا الفيرسيون 3 تاع مرصد اللي هو مرصد المجلس الوطني التأسيسي موقعنا، وزيد باش نحكيوا على القضيه اللي قامت بها جمعيه البوصله مع جمعيه نوات واربعه يعني مواطنين ضد المجلس الوطني التأسيسي لعدم شفافيته. مرصد بوينتين هو يعني ممكن اكبر مشروع تعرفوا به جمعية البوصلة، مرصد يرصد يعني أعمال المجلس الوطني التأسيسي عبر موقع انترنت، عبر فيسبوك وعبر تويتر للناس اللي تبعوا فينا. خرجنا أكثر من 170 وثيقة متوفرة عنا، منهم خاصة محاضر اللجان التأسيسية وحتى اللجان الأخرى، وهذوما محاضر اللجان اللي خرجناهم نحن يعني وثائق متاع المجلس الوطني التأسيسي اللي المجلس بيدو ماهوش قاعد ينشر فيهم. ونعاودو تنعاودو نرجعو بعد على المشكل التعتيم اللي صنع في المجلس الوطني التأسيسي. احنا قمنا بقضية ضد المجلس، وخاصة يعني في شخص رئيس المجلس الوطني التأسيسي سيد موسى بن جعفر على التعتيم اللي قاعد يصير. ونحب نقول راه التعتيم هذا ماهوش كان علينا نحنا كناس، مزيدة على النواب. النواب بيدهم فما حاجات ما عندهمش الحق يعرفوهم، دروك نورمالمون هما النواب الشعب. القضية اللي صار فيها جديد هو انه تم تنبيه المجلس الوطني التأسيسي مرة أولى من قبل المحكمة الإدارية بتونس، هذه عندها توا شهر، وتوا عنا أيامات تم تنبيه المرة الثانية المجلس الوطني التأسيسي باش يمدنا بالوثائق اللي طلبناهم الكل. ومرة أخرى يعني معلوماتنا إلى حد اليوم إنه المجلس ما يعني هو التنبيه وصل نورمالمون سي مصطفى بن جعفر خاطر اللي هو صارت القضية، إلى حد الآن ما رجعش على المطالب متاعنا، وقريب باش القاضي المقرر باش يختم أعمال التحقيق لرئيس الدائرة، وحسب ما قاعدين نراه ونشوفه بتصير جلسة مرافعة اللي يعني باش نوصلوا للآخر إتاب متاع القضية هذه. انتم تراو فما ثلاثة نواب أربعة نواب حاضرين الكونفرنس دو بريس، وهذا يوري يعني انه فما نواب اللي عندهم عقلية انه يفهم المجتمع المدني لشنو يصلح، وفهموا ان احنا من الجمعية جايين نتعاركوا مع المجلس، بل بالعكس نحاولوا انه المجلس يكون اكسيسيبل للشعب. فما نواب مثل مرة أخرى مثل الإكزامبل بتاع سي طاهر هميلة اللي أول حاجة النقد ميسالش، أما السبان لا، اللي يعني تهجم على جورناليست متاعنا بالسبان مش بالنقد، وزيد عنده مشكلة عقلية اللي هي من أنتم وأحنا يعني أنا سي صالح شعيب وأنت كنت حاضر يظهر لي وقت صار الاستماع، قال احنا السلطه العليا في البلاد وانتوما ما عندكمش الحق انكم تسالونا. وانا وقتها جاوبته قلت له يا سي صالح شعيب، السلطه العليا في البلاد هي الشعب التونسي، وبعد تجي انت وعنا الحق نسالوكم، على خاطرني مادامك انت غادي باش تمثلني، وهي هي هي مشكله عقليه. فما نواب فاهمين وتحسهم يعني انهم فاهمين، وهذه راهي الاغلبيه معناها من غير ما ندخلوا في البوليميك، الأغلبية حاسة إنهم يمثلوا في الشعب التونسي. فما واحدين عندهم عقلية وعقلية، وأنا من الحاجات اللي نقولوها خاطرنا إحنا زادة جمعية نحاول ندزوا باش المجلس ينقص شوية في العمر، وورينا إنهم زوز نواب اللي يعني حقيقة تهجموا علينا في الحكاية هذه، هم أكبر نواب في المجلس. غاس معناتها مارس دا بوسلة فقنا بديفايونس في الكامونبير اللي يشعل في المجلس، فقنا اللي مثلا زوز بلايس بلاسة فيها نايب وبلاسة ما فيها حتى حد، زوز بلايس يشعلوا معناتها يصوتوا alors que البلاسة الثانية ما فيها حتى حد. غاس أبا وصلة معناتها مشينا الكابين تكنيك وشفنا معناتها شنو المشكلة هذه، وغاس أبا وصلة انا مثلا كمساعد الرئيس مكلف بالاعلام ما في علميش باللي بواتيه دي فونكسيونمون مي ا دي فونكسيون دي كي فان كيون دي ديسفونكسيونمون كيون دي ديسفونكسيونمون جو نسوي با او كوران معناتها اللي فما مثلا كان اربع بطاقات تاع تعويض
فهمتني؟ اللي مثلا ينسى البطاقه نتاعو ويبداو مثلا 6 ولا 7 نواب، وتعرفوا النظام الداخلي يقول لنا كي تصوتوا تصوتوا كلكم دو لا ميم مانيير، اما بار لو فوت الكترونيك اما الكل باليد، دونك قاعدين معناتها نعملوا في شكشوكه بالنظام الداخلي وهذا مش معقول. واليوم انا صراحه وكلايبه بوصله امي اون ايفيدونس بوكو دو ديسفونكسيونمون، مانيش نخفف، هذا هو الحق. ما هو الفرق بين مرصد وبين البوصله؟ البوصلة هي الجمعية، ومرصد هو واحد من مشاريع الجمعية، على خاطر البوصلة ماهيش بركة تعمل في يعني مراقبة المجلس الوطني التأسيسي. مهدي بن يوسف طلع يدك مثال، اللي هو شيف دو بروجي نتاع لي ديبا اللي نعملوا فيهم ما بين النواب والمواطنين في الجهات، وان شاء الله يعني مدام كريمه سويد وانت ستار باش نهزوكم قريب، يا للجندوبه يا للتوجر يا للقاصه. مدام ناديه شعبان ديجا مشينا معاها للبنزرت، وهذا هو الفرق. يعني مرصد هو واحد من مشاريع الجمعيه، وعندنا مشاريع اخرى قريب زاد واحد اخرين باش تراوهم، اللي هو يعني مشروع ايش معناها، اللي باش يكون دي فيديو على الدستور باش نتراو فيهم سي مصطفى الجعفر الكاريكاتير وبعض النواب كاريكاتير والناس زادة، وباش يفهموا شنو هو الدستور وعلاش لازم الشعب يتلهي بالدستور. وحنا ككتلة ديمقراطية قدمنا مطلب الكتاب للمجلس، للرئيس المجلس عنده خذيت تدخل انا في جلسة عامة، قالوا لي لا تكتب مكتوب، يلزم مطلب مكتوب. قمنا بشيء هذا وطلبنا معناتها باغيكري يظهر لي عنده اكثر من 8 شهور. لحد الان ما تحصلناش على جواب بالنسبه لطريقه التعيين والاطار، وخاصه احنا ماذا بينا تكون عندنا رؤيه اوضح لكل التنقلات اللي قاعده سايره، شنو الدول اللي قاعده تستدعي، شكون من المؤسسات، على الاغلب الوقت ماهمش دول تستدعي، مؤسسات دي فونداسيون على اغلب الوقت. علاش كي يرجعوا ما ثماش دي رابور، ما نعرفوش علاش صارت الجولة، فما هي برشا فيهم برشا تكوين في الدستور، لكن حتى في اللجان كي يرجعوا الناس ومشاو يعملوا في تكوين في شأن اللجنة، الأغلب الوقت ما يقدموش بالملف هذا ولا بالرابور هذا. دونك الأشياء هذه فيها نوعا ما كيما باقي المجلس فما ديسفونكسيونمون، وهذا معناتها من الأشياء اللي صراحة ماهيش في كنا نتمناو تكون يقع تحسينها عليه، مش صعيب ياسر باش يمدونا بجدول بتاع التحركات بتاع الناس كل وطريقة التعيين والملفات واللي رابور اللي خرجوا. كان واحد مشى وروح، مش مشى يعمل في توريزم، مشى في مهمة، دونك مشى يعمل تقرير هو بطبيعته، أما ما ظهرش قاعدة تصير في تقارير بالفعل. مثال في التصويت رينا إنه فما نواب ينجم يخرج الليستة بتاع التصويت والآخرين ما ينجموش، فما نواب مثال فما نواب عندهم الحق ياخذوا الليستة بتاع شكون خرج وين مشى، فما نواب ما ينجموش، فما نواب عندهم الحق يدخلوا شكون للمجلس كي تبدا، خاصة كي تبدا بلينيير يعني صعيبة نقولوا نحن فيها برشا ما نعرفش أنا سيكوريتي ولا حاجة، لاحظنا نحن هذايا تعدينا بها نحن إنه نواب اللي نسميهم النواب المعروفين نجموا يدخلوا لنا شكون، والنواب المش معروفين مرة أخرى بين ظفرين ما ينجموش يدخلوا يعني الناس من برا، وهذه مرة أخرى تشوفوا يعني الديسفونكسيونمون وعدم المساواة حتى ما بين النواب. المجلس التأسيسي ما غير بوصلة وما غير مرصد، كيفاش ينجم يكون؟ كارثة. كارثة على جل كلمة قطع مع الماضي، مازلت مازلت مدخلش العقول الكل، فما ناس مازالوا ما فهموش شو معناها، وكونه اليوم المكسب الوحيد اللي معناتها بعد 14 جانفي لازمنا نمشيو له هو كونه معناتها بث ثقافة أخرى اللي هي واقفة على الشفافية، وإذا كان نحبوا فريمون نقطعوا مع الماضي هو الشفافية، ما فماش كلام آخر. مدام ميديا أبار الخدمة اللي قاعدة تخدم فيها المرصد جمعية البوصلة معناها والمرصد تسد المجلس التأسيسي، اليوم شنو هي الاقتراحات اللي أنتم تقترحوها كنواب وتنجم تسهل عليكم يعني التعايش مع المجلس التأسيسي في الفترة اللي بقات معناها لإصدار الدستور؟ شنو هي الاقتراحات؟ شنو هو الشيء اللي تلقاه ماهوش متوفر وتمنيو أنه يكون متوفر اليوم في المجلس التأسيسي؟
أنا صراحة مضمية نتحصل على كل التقارير، نكون عندي كل ما داخل وخارج من المجلس نكون على علم بيه في الوقت، فما بيانات قاعدة تخرج مرة تنشر مرة غير تنشر. أنا مضمية تكون الأمور آلية، معناتها ما نبداوش كل مرة يلزمنا نعاركوا ونجريوا في جرة الوثائق، وهذا مش معقول. معناتها إذا كان فريمون نحبوا نكونوا ناجعين أكثر لازم تحط كل الوثائق على ذمة ناسكم. والله كان ما فما جمعية البوس لا معناتها لا المواطنين لا الصحفيين نجموا يتبعوا، وهذا معناتها pour moi c'est très grave. Je suis très contente اللي جمعية هذه معناتها elle existe، اللي جمعية هذه معناتها elle œuvre للشفافية، خاطر أنا معناتها je suis pour الشفافية ونتمنى معناتها في تونس نوليو ديما معناتها بالشفافية. Et moi, ce qui me préoccupe, c'est que, en tant qu'Assemblée nationale constituante, Bnidam Derili, Manesh Mtaprino, Ahna Kadin Manetanekt Boudistour, et on n'est pas capable de respecter les lois en vigueur qui sont Nidam Derili. Et ça, pour moi, c'est grave. أنه دور البوصلة ودور المرصد بكل صراحة كان فعال وكان مثال للعمل الجمعياتي وكان يبعث للطمأنينة والشفافية سواء داخل المجلس ولا خارج المجلس. أنا أعتبر هذا مثال من العمل الجمعياتي، ودور البوصلة والمرصد قوي ياسر في إرساء الحق الثقة والشفافية بين المجلس في أعضائه الداخل وخارج وخارجه.